النهارده برضه هنتكلم على الـ على الفاندامنتالز بتاعت التوتال ني. الموضوع ده تقريبا فيه حوالي 100 سؤال ام سي كيو، و يعني 100 سؤال دول يعني حوالي 1% من الـ من البول بتاع الاسئله بتاعت الاورثوبوليت، ويعني موضوع مهم. يعني طبعا انا ما عملتوش كفرج قوي، بس انا غطيت الحاجات اللي هي الرئيسيه اللي بتيجي بتبقى كومن في الأسئلة. يعني بالنسبة للبروتيسيس ديزاين، يا إما هتبقى كونسترين بأنواعها، سي ار اللي هو كروشت ريتيننج او كروشت ساكريفايسنج او بوستيريو ستابلايزد اللي هو سبستيتيوتنج، او كونسترين. الكونسترين يا إما هيبقى هنجد او نون هنجد، والبيرنج سيرفيسز يا إما تبقى موبايل يا إما فيكسد بيرنج اللي هي البول ايثيلين خلاص الانسرت، يا اما بيبقى ثابت يا اما بيبقى بيتحرك معاك. طيب احنا قلنا اي حاجه بالاخضر يبقى دي جت سؤال خلاص. السمنتنج بتاعت الميتافيزيا والكيل بارت بتاع الانسرت بتاع التيبيال بارت بتاع البروسيسز ده بيديك احسن استابيليتي ممكنه. يعني مش انك تعمل سيمنتيشن للميتافيزيال بارت بس او للكيل بس، لازم تعمل سيمنتيشن للاثنين. السيمنترس ني ريبليسمنت يعني الريفيجن ريت بتاعها اعلى، عشان كده الجولدن ستاندرد بتاع التوتال ني هو السيمنت التوتال ني. اوكي الباتيلا ريسيرفسنج از اسوشيتد وذ ديكريزد ريسك اوف ريفيجن سيرجري، يعني لما اعمل باتيلا ريسيرفسنج ده بيقلل الريفيجن كستاديز. يعني احنا ما بنعملش هنا ريسيرفسنج يعني، بس عارف المعلومه دي ان هي سؤال. ال posterior crochet stabilized implants associated بال most flexion after total knee replacement. يعني انا لو هفكر ان انا عايز ازود الفليكشن استخدم البوستيرو ستابلايزد احسن من البي سي ار ريتيننج خلاص. يعني برضو البي سي ار ريتيننج يعني ايه، ليه مزايا وليه عيوب، فما حدش بيستخدمه كتير قوي هنا في مصر خلاص. اليوني كومبارتمنتال ارثروبلاستي الكرايتيريا بتاعتها لازم يكون ما فيش فارس اكتر من 5 ديجريز ولا فالجاس اكتر من 5 سوري ما فيش فارس اكتر من 10 ديجريز ولا فالجاس اكتر من 5 ديجريز، والليجامنتس تبقى انتكت خلاص، وما فيش سبلكسيشن، وكمان مفروض ما يبقاش فيه انفلاماتورو ارثرايتس. يعني ما اجيش اركبها مثلا في عيان عنده انفلاماتورو ارثرايتس او عيان عنده باتيلو فيمورال ارثرايتس، لان هو طبعا هيبقى خلاص مش هيعالج مشكلته. طيب انا دلوقتي هعمل توتال ني، ايه التكنيكال جولز بتاعتي؟ اول حاجه اريستور الميكانيكال الاينمنت، اريستور الجوينت لاين. جوينت لاين يعني ممكن لما انا اجي اعمل التوتال ني اقوم جاي عامل ديستال فيمورال كات كبيره واقوم جاي حاطط انسرت كبيره خلاص، والمفصل هيبقى ستيبل وكل حاجه وهيبقى بالانسد و100 100، بس انا رفعت الجوينت لاين. طب لما رفعت الجوينت لاين غيرت الليفل بتاع الباتيلا، غيرت الميكانكس بتاعت المفصل، فالمفصل مش هيشتغل كويس والظن ان هو بالانسد وستيبل، فالجوينت لاين ريستوريشن ده جول. اوكي لازم يكون بالانسد في الفليكشن والاكستنشن خلاص، ولازم امنتين الكيو انجل، لان الموست كومن كومبليكيشن بتاعت الايه التوتال ني والظن ان هي مش ميجور كومبليكيشن، لكن الموست كومن هي الباتيلو فيمورال مال الله. الكيو انجل دي هبقى اوريك صورتها، اللي هي الكيو انجل بتاعت الباتيلا اللي هي الكوادريسبس انجل. اوكي الكيو انجل دي حاجه ليها علاقه بال باتيلو فيمورال جوينت خلاص، يعني هنشرحها يعني. طيب البري اوبراتيف ايفالويشن، انا هيجي لي العيان هعمل له توتال ني، بعمل له ستاندنج اي بي ولاترال، وعشان اشوف بقى ايه الجوينت سبيس ناروينج، اشوف الانسفشنسي بتاعت الكولاترال ليجامنت، لو لقيت في جابنج ان فارس في اللاترال يبقى هنا كده، او في ميديال جابنج في الفالجاس
ده معناه ان في تايتنس في حته ولاكستي في حته. اوكي دي لازم ابقى حاططها في اعتباري وانا بعمل المفصل عشان اعمل البالانسنج بتاعي، اشوف في سبلاكسيشن ولا لا، لان لو في سبلاكسيشن او بوند افكت احتاج ان انا ازود الكونسترينت شويه. يعني لو عندي ليجامنتس انسفيشنسي او اكستنسيف بوند افكت، الكونفنشنال البي سي ال مثلا ستابلايز سبستيتيوتنج او سيو ستابلايز او كده مش هتبقى ينف، ممكن احتاج ازود الكونسترينت شويه. بعد كده بعمل ستاندينج فول لينث راديوجراف عشان اشوف لو في فيمورال او تيبيال ديفورميتي او طول او شورت سيكشن، اعمل فول فيلم عشان اشوف الميكانيكال اكسس بتاعت العيان، عشان ده هيفرق معايا في الديستال فالجاس انجل بتاعت الفيم عشان ريستور الميكانيكال الاين. طيب ده الاكسيال الاينمنت. الخط الاحمر ده اللي هو من السنتر اوف ذا هيب للسنتر اوف ذا انكل معدي في السنتر اوف ذا ني، ده الميكانيكال اكسس بتاع البيشنت. لو في حاله فيها فالجاس بيبقى اسمه لاترال ميكانيكال اكسس ديفيشن، لو في حاله فيها فارس بيبقى في ميديال ميكانيكال اكسس ديفيشن. طيب الاخضر ده هو الميكانيكال اكسس اوف ذا فيمر من السنتر اوف ذا هيب للسنتر اوف ذا ني، والازرق ده هو الاناتوميكال اكسس اوف ذا فيمر. في اراوند 5 to 7 degrees of valgus ما بين الاناتوميكال اكسس والميكانيكال اكسس. عشان كده لما بعمل ريفرنسنج في الفيمورال جايد، لما بدخل الفيمورال جايد في الفيمر ده الاناتوميكال، فبعمل عليه ديستال كات باراوند 5 to 7 degrees. لو تلاحظ حاجه، كل ما النقطه دي تبعد كل ما الانجل دي هتقل، اللي هي ما بين الاناتوميكال والميكانيكال. يعني ايه؟ يعني العيان لو طويل قوي فالمسافه من هنا ما بين الخطين دول عشان يلتقوا هتبعد، فلما تبعد الزاويه هتقل. طب لو العيان قصير، يعني العيان ركبته هنا كده، المسافه هتقل فالزاويه هتزيد. طب معنى كده ايه؟ معنى كده ان انا لو عندي عيان قصير الديستال فالجاس انجل بتاعته هتزيد. لو عندي عيان طويل الديستال فالجاس انجل بتاعته هتقل. خلاص ده الابلكيشن بتاع الموضوع. الحاجه الثانيه اللي تلاحظها هنا ان الاناتوميكال اكسس والميكانيكال اكسس بتوع التيبيا كولينير. خلاص فمفيش فرق ما بينهم، عشان كده الريفرنسنج. وبرده دي ميزه ان انا اعمل لونج فيلم، لان ممكن ساعات عيان يبقى عنده تيبيال او فيمورال ايه ديفورميتي، فساعتها مش هقدر ان انا اعمل له ريفرنسنج ايه انتراميدالري. تمام. طيب الاكسيال الاينمنت بستفاد بيه في البري اوبراتيف بلاننج، بالكومبوننت انسرشن زي ما قلت لك، في الليجامنتس بالانسنج والبروتيتك ديزاين سيليكشن. لان لو عندي فارس او فالجاس كتير مش هينفع اعمل كونفنشنال امبلانت، لازم اعمل كونسترين. يعني خليت اديته كونسترين عادي، يعني ايه الليجمنتس فلكس او يعني. طيب الميكانيكال اكسس ده سؤال برضو جه، هو الفيرتيكال لاين درون فروم ذا سنتر اوف ذا هيب خلاص او الفيمورال هيب ثرو ذا سنتر اوف ذا ني داون تو ذا سنتر اوف ذا انكل. خلاص انت ممكن تشيل كلمه ايه ثرو سنتر اوف ذا ني دي، ده في النورمال الله ينور عليك. لكن لو حاله حد مش نورمال انا ما اقدرش ان انا احكمه ان غصب عنه اوديه في الايه، يعني زي كده ده الميكانيكال اكسس الطبيعي. طيب افرض بس الميكانيكال اكسس بتاعه جه من هنا وخرج بره النيو ودخل في الانكل، خلاص ده اسمه لاترال ميكانيكال اكسس ديفيشن، ماليش سيطره عليه. فهو الميكانيكال اكسس هو ايه؟ الفيرتيكال لاين فروم سنتر اوف ذا هيب تو سنتر اوف ذا انكل. عدى بقى في النيو ما عداش في النيو مش شغلانه، انما هو الطبيعي انه يعدي في نص النيل. طيب الفيمورال الاينمنت زي ما قلت لك اللي هو الديست الفالجاس كات انجل تبقى من 5 تو 7 ديجريز من الاناتوميكال اكسس اوف ذا فيمر. يعني هي 5 تو 7 ديجريز من الاناتوميكال اكسس عشان تبقى بيربنديكولار على الايه؟ الميكانيكال اكسس. تمام؟ اللي هو الديفرنس ما بين الاناتوميكال والميكانيكال بيبقى بيربنديكولار للميكانيكال اكسس، وبنحط اراوند 6 ديجريز. ممكن في الناس الطوال اخليها 5 degrees او اقل من 5 degrees، وفي الناس القصيرين اخليها اكتر من 7 degrees. ده بناء على ايه؟
عشان يعني شرحت لك من الرسم ان انا لما بقرب من يعني النقطه تقرب فوق شويه الزاويه بتفتح، النقطه تبعد الزاويه بتقفل. اوكي طيب التيبيال الاينمنت البروكسيمال تيبيال كات بتبقى بيربنديكولار على الاناتوميكال والميكانيكال، لان احنا قلنا الاثنين ايه كولينير. خلاص الميكانيكال اكسس والاناتوميكال اكسس كولينير، عشان كده انا ممكن اشتغل ايه انتراميدالر. طيب لو في تيبيال ديفورميتي لازم اشتغل اكسترا ميدالر. لو في تيبيال ديفورميتي لازم اشتغل ايه اكسترا ميدالر. طيب الباتيلو فيمورال الاينمنت اللي هي الكيو انجل زي ما قلت لك الابنورمال باتيلر تراكنج مش سيريس، بس هي الموست كومن كومبليكيشن اوف توتال نين. خلاص لان فيها فاريبلز كتير قوي بتالتر الكيو انجل. اوكي انا عايز اقول لك بس ايه الكيو انجل دي بالمره، لان انا مش فاكر ان انا حطيت لها رسمه. الكيو انجل دي اللي هي بتترسم زاويه ما بين الميكانيكال اكسس ده، لا سوري الاناتوميكال اكسس اللي هو من الانتيريور سوبير ايليك سباين للسنتر اوف زباتيلا. خلاص وزاويه ثانيه من السنتر اوف زباتيلا للتيبيال تيبروستي. الزاويه دي اراوند 11 ديجريز اسمها لاترال بول انجل، يعني الزاويه دي بتخلي الباتيلا تبقى عليها فيكتور او فورسز عشان تعملها ديسبليسمنت او تطلعها لاترال. خلاص طيب لو الفورسز دي زادت نتيجه ان الزاويه زادت الباتيلا هتخلع لاترال اكتر، فهمت؟ فانا الجول بتاعي ان انا ريستور الكيو انجل بس لا زودها وما قللهاش، يعني انا الاناتوميكال كيو انجل 11 ديجريز ما زودهاش، لو زودتها الفورسز هتزيد والباتيلا هتخلع. اوكي عرفت الكيو انجل؟ زي ما قلنا الامبورتنت فاريبل بروبر باتيلر تراكنج النورمال كيو انجل، خلاص اللي هي 11 ديجريز بلس اور ماينس 7. اني انكريز ان كيو انجل ويل انكريز ايه لاترال سبلكسيشن. خلاص يعني هي نورمالي بتبقى فيها لاترال فورس، انا لو زودت هتزيد اكتر. طيب في حاجات تكنيكس بتزود الايه الكيو انجل في الارثروبلاستي، بسرعه كده هنتكلم عليهم تاني في موضوع الباتيلر باتيلو فيمورال يعني في الكاتس بتاعتنا بنظبطها ازاي. بس لو عملت انترنال روتيشن او ميدياليزيشن في الفيمورال كومبوننت، او لو عملت انترنال روتيشن او ميدياليزيشن في التيبيال كومبوننت، او حطيت الباتيلر بروثيسز حطيتها لاترال، خلاص هشرح لك كل حاجه من دول بعد كده ليه في الكاتس بتاعتنا. طيب الجوينت لاين بريزرفيشن زي ما قلت لك لو الجوينت لاين طلع قوي يعمل مشاكل ولو نزل قوي يعمل مشاكل. الجول از تو ريستور جوينت لاين باي انسرتنج بروسيسز سيم ثيكنس، يعني كل ما ركبت حاجه السيم ثيكنس بتاعت الكارتريج اللي انت شلته، يعني انت بتخش تشيل كميه كارتريج معينه تحط بروسيسز قدها وانسرت قدها بالظبط، ده يرجع لك الجوينت لاين في نفس الليفل. ده بيرستور التنشن بتاع الليجامنتس، بس زي ما قلت لك انت ممكن ترستور التنشن بتاع الليجامنتس وانت رافع الجوينت لاين او منزله. خلاص؟ ولازم البوند فيكس تبقى ادرست، يعني انا ما يبقاش عندي مثلا بوند فيكت في التيبيا او جاي مسقط الجوينت لاين عشان اصلح المشكله دي. لا انا لازم احافظ على الجوينت لاين واعالج البوند فيكس بطريقه ثانيه. فانا الاليفيشن اوف ذا جوينت لاين اكتر من 8 ملم هيؤدي لمشاكل زي مثلا الميد فليكشن انستابيليتي ويحصل باتيلو فيمورال. انا رفعت الجوينت لاين، لما ارفع الجوينت لاين الباتيلا هتروح فين؟ انفيري، خلاص ما باتيلا باج. خلاص الباتيلا لما تنزل تحت تعمل لي باتيلا رمال تراك، خلاص تعمل لي ليميتيشن في الفليكشن لان الباتيلا بتنجيج في الـ في الـ في الفيمر بدري فتمنع تقلل الفريكشن. ماكسيمم ما ارفعش اكتر من 8 مللي. خلاص؟ طيب لو انا بقى قللت الجوينت لاين نزلته فالعيان هيفرد والباتيلا هتفضل ايه؟ مش تنشند انف، فمش هيبقى عنده ويكنس في الكوادريسبس. خلاص؟ هيبقى عنده لاك وفول اكستنشن. زي الباتيلا ايه؟ انا نزلت الجوينت لاين بقى عنده باتيلا الت، فالكوادرسبس هتبقى قوي. اوكي انت تسمع حضرتك ايه؟ ازيك يا دكتور؟ اهلا وسهلا.
ازاي؟ طيب ايه بقى الفيمورال رول باك؟ دي حاجه بايوميكانيكال كده، ان الـ ان الني لما تبقى فليكسد ما بتبقاش بتتحركش على نفس الايه البوينت، لا في حاجه بيحصل حاجه اسمها فيمورال رول باك. الفيمورال رول باك ده ان بعد ما الني بتوصل مثلا ل 75 بتبتدي النقطه دي تتزحلق لورا، يعني النقطه دي كده مش بس بتلف، لا بيحصل لها ايه رول باك. ده بيبقى كنترولد بالاي سي ال والبي سي ال، عشان كده البي سي ال ريتيننج بيبقى فيها ايه الرول باك. طب البي سي ال ساكريفايسنج او بصيرو ستابلايز، لازم اركب حاجه تعمل لي الايه الرول باك ده اللي هو البوست والكام. اوكي طيب فايده الرول باك ايه؟ ان انا بيحصل امبنجمنت ما بين الفيمر والتيبيا، فلما اقوم مرجع الجزء ده لورا كده اكلير الامبنجمنت ديت وازود الفليكشن رينج. وده الفكره بتاعت البوست والكام اللي هي في البي سي ال ايه؟ ساكريفايسنج او البوستيريور ستابلايز ني، ان هو بيرول هنا كده ويعمل الشغل بتاع البي سي ال، يخلي لي الركبه او الفيمر ترجع لورا مع الفليكشن. والميديال واللاترال جوينت سيرفيسز هاف ديفرنت ايه؟ تيبيو فيمورال جيومتري. يعني ايه؟ يعني الريديوس والكيرفتشر بتاعت الميديال فيمورال كوندايل واللاترال فيمورال كوندايل مش ايكوال. فده بيخلي لي كمان في سبيننج او روتيشن في الايه؟ في الفيمر مع الفليكشن والاكستنشن. يعني الموضوع مش بس فليكشن واكستنشن، يعني سبيننج ولا جلايدنج بس، لا ده كمان في جزء روتيشن. ماشي؟ لا مفيش الكلام ده طبعا، ولا حتى موجوده في الـ في الـ يعني في البوستيريو ستابلايزد مثلا، فاهمني؟ هي موجوده في النيتف ني، دي حاجه بايوميكانيكال في النيتف ني، ان حركه الني فيها سبيننج، سبيننج يعني حاجه بتتحرك على حاجه ثابته، وفيها جلايدنج، وكمان فيها روتيشن. خلاص يعني الجزء اللي هو يعني بعد ما مع الفيمورال كوندايل اللاترال بتوصل لاخر الرينج بتاعها بتبتدي تلف، لان هي الراديوس كيرفيتشر بتاعها اقل من الراديوس كيرفيتشر بتاع الميديال فيمورال كوندايل، فبتكمل الميديال فيمورال كوندايل حركه معينه واللاترال فيمورال كوندايل بتعمل حركه تانية خالص، يعني دي بتلف ودي بتتحرك بتجلايد. خلاص مش موضوعنا يعني. الديستال فيمر والبيفوت اباوت الميديال اكسس ذا ني، زي ما قلت لك الميديال اكسس ذا ني بتكمل لف يعني بتتحرك بتلف خلاص، واللاترال كوندايل ما بتلفش خلاص خلصت الراديوس كيرفيتشر بتاعها خلص، فبتبتدي ايه تجلايد. طيب ايه الكونسترينت بقى؟ الكونسترينت ساعات بحتاج ان انا ازود الكونسترينت بتاع، طبعا اي كونسترينت بيحسن الاستابيليتي بس على حساب الايه اللوزنينج، زي ما اتكلمنا في الهب، كل ما ازود الكونسترينت كل ما انا بخلي الاستريسز على الامبلانت بون انترفيس عاليه، فلما الاستريسز على البون امبلانت انترفيس تبقى عاليه يحصل لوزنينج. خلاص الكونسترينت هي الابيليتي تو بروفايد فارس فالجاس اند فليكشن اكستنشن ستابيليتي لو في ليجامنتس لاكستي او بون لوس. اوكي الاوردر بتاع الليست كونسترينت والموست كونسترينت، اول حاجه اللي هو البي سي ال ريتيننج، وكلمه كروشيت دي مقصود بيها البي سي ال مش كروشيت، يعني الاس ال بيتشال في كل الانواع. خلاص بعديه البوستيرو ستابلايزد او الكروشيت سبستيتيوتنج، بعديه الفارس فالجاس اللي هو اللي مثلا حاجه زي السي سي كي مثلا. خلاص وبعد كده اللي هو الايه الروتيتنج هنج، ده بيبقى يعني توتالي ايه كونسترين. ايه بقى موديولاريتي؟ موديولاريتي زي في الهيب اتكلمنا عليها، ان انا بستخدم ايه اطوال مختلفه من النيك واحجام مختلفه من الايه من الهيد. خلاص دي كلمه موديولاريتي. في النيه برضو موديولاريتي، يعني فكره ان انت في مثلا دلوقتي اللي هو الاول بولي ايثيلين تيبيال انسرت، انت لما تركب اللي هو الانسرت الميتال ده الباك سايد وتركب عليه بولي ايثيلين، دي موديولاريتي انك بتتحكم في الثيكنس بتاعت الايه البولي ايثيلين. ممكن تركب عليه فيكسد بيرنج او موبايل بيرنج، دي موديولاريتي. اوكي الاوبشنز بتاعت الموديولاريتي برضو في حاجات تانية زي زي ما قلت لك اللي هو الميد التيبيا البيز بليد اللي هو بنركبه ونركب عليه البولي ايثيلين، ده اسمه بيز بليد.
خلاص، او الميتال اوجمنت لو عندي بون لوس، وفي كمان اللي هو المودولار فيمورال ارتيبيال ستيم. ساعات في الحاجات زي السي سي كي بنركب ستيم، بيبقى في ستيم خلاص. الديس ادفانتج انكريز الريت اوف سيولوسيس، كل ما كان في اثنين تو بارتس من المفصل، كل ما يحصل ما بينهم وير فريكشن فيحصل وير. كل ما كان الحاجه وان بلوك او مونو بلوك، كل ما فيش موشن ما بينهم فما يحصلش وير ما بينهم او كوروجن ما بينهم خلاص. وده اللي هو الباك سايد وير بتاع البولي ايثيلين. الانسرت دي بيحصل فيها حاجه اسمها باك سايد وير ما بينها وما بين البيز بليت. يعني هي البولي ايثيلين ده باك سايد، يعني ايه؟ يعني مش يعني ده المكان مثلا اللي بيحصل فيه الارتكيوليشن ما بين الفيمر والتبيا، فده اللي عليه الموشن، فده اللي يحصل فيه الوير. لا، في وير تاني بيحصل نتيجه الموشن ما بين البول ايثيلين انسرت والبيز بليت. خلاص. طيب هنتكلم على الكروشي تريتيننج. الكروشي تريننج ده الشكل بتاعه خلاص، ما فيش فيه لا بوست ولا حاجه، وبيبقى في مكان للبي سي ال النيتف بي سي ال. الانديكيشنز بتاعته مينيمال ارثرايتس، يعني حاجات بسيطه. الفارس ديفورمتي لازم تبقى اقل من 10 ديجريز، والفالجاس ديفورمتي اقل من 15 ديجريز، والراديوجرافس ما بيبقاش فيها لا بوست ولا كام، وبيبقى بريزيرفنج الايه الانسرشن بتاع الايه بي سي ال، ما شلتوش عشان اعرفه يعني ان ده بي سي ال ريتيني. ما تقدر ان بريدكتبل انتيريو فيمورال كوندايل ترانسليشن فروم فول اكستنشن تو 90 ديجري اوف فريكشن، ما تقدرش ان انت تجادج برضو ايه ان بريدكتبل، يعني البي سي ال ستيتس اللي انت سايبه ده ما تقدرش تحكم عليه، ممكن يتقطع، ممكن يبقى نون فانكشنينج، ممكن يبقى ديجنريتد. فهو الفيمورال كوندايل ترانسليشن فروم 0 تو 90 ديجري فريكشن ان بريدكتبل. الادفانتج بتاعته بيافويد التيبيال بوست كام امبنجمنت خلاص. في مشاكل بتحصل في البوسيرو ستابلايز زي الامبنجمنت والديسلوكيشن مش موجوده، بتحافظ على الديستال فيمر خلاص لحالات الريفيجن وكده. بيحسن البروبيوسبشن، يعني هو لما بتسيب حاجه انتر ارتيكولار ليجامنت بيحسن البروبيوسبشن. الديس ادفانتج البي سي ال ساعات بتحتاج تعمل له ريليس في بعض الديفورمتيز زي الفليكشن ديفورمتي او الفارس ديفورمتي، ده من الستبس بتاعت الريليزز. وبيخلي فيه تايتنس شويه فيزود البولي ايثيلين وير. ولو حصل قطع في البي سي ال او ان هو بقى دون فانكشننج خلاص، فقدت الايه الفانكشن بتاعت المفصل خلاص ما بقاش شغال، لان هو معتمد على البي سي ال. نيجي بقى للليفل او الحاجه اللي بتستخدم كتير دلوقتي اللي هو البوستيرو ستابلايز او البي سي ال سبستيوت او كروشيت سبستيوتنج. بيبقى فيه البوست ده، وبقى فيه كام ورا، شايف في حديده ورا كده مش باينه ماشي، الكام دي بتعلق على البوست وتعمل لي الفانكشن بتاعت البي سي ال، تعمل لي الرول باك، وتعمل لي ستابلايزيشن اجينست الايه الانتيرو فيمورال ترانسليشن خلاص. ده بيبقى كونستريند شويه طبعا، لان في حته زي كده زي البوست ده بيمنع شويه الفيروس فالجر، بس مش قوي يعني خلاص. و في كام اللي قلت لك عليها اللي هي بتعلق على البوست، والبولي ايثيلين انسرت بيبقى مور كونجرونت شويه، يعني دشت شويه كونكيف. الانديكيشن لو في بريفيوس باتيليكتومي، ليه؟ لان لو العيان عنده باتيليكتومي التيبيا هتبقى عايزه تتزق لقدام، سوري لو شلت له البي سي ال وسبت له البي سي ال النيتف، ما اقدرش ان انا اعتمد على البي سي ال ده قصاد ان ما فيش اي كونسترينت امامي نظرا لعدم وجود الباتيلي. فلو في بريفيوس باتيليكتومي ده ابسولوت انديكيشن ان انا اعمل بوستيريو ستابلايزد او اللي هو الكروشيت سبستيوت. لو في انفلاماتوري ارثرايتس، لان الانفلاماتوري ارثرايتس هيبقى برضه فيها ايه؟ ديجنريشن في البي سي ال، فما اقدرش ان انا اسيب البي سي ال الديجنريتد دوت وجود الانفلاماتوري ارثرايتس. لو ديفيشنت او ابسنت بي سي ال، دي حاجه يعني مفهومه يعني. خلاص. في اللاترال راديوجراف بتلاقي في حاجه هنا كده بتاعت الكام، بتلاقي الشادو بتاع الكام، وممكن تشوف كمان الشادو بتاع البوست ماشي، ما بتلاقيش الدنيا فاضيه زي البي سي ال ريتين. الادفانتج بتاعته ايزير تو بالانس بالانس الني، لان طبعا انت بتشيل البي سي ال، فالبي سي ال ده شيلانه بيحسن لك الفليكشن ديفورمتي وبيحسن لك البارز ديفورمتي. الحاجه الثانيه الرينج اوف موشن بتاعه اعلى، والسيرجيكال اكسبوجر بتاعه احسن، لان انت بتشيل البي سي ال
انت عشان تقعد تسلك البي سي ال وفي الحالات الصعب مش سهل يعني. الديس ادفانتج بتاعته ان بيحصل حاجه اسمها الكام جامب، ان الكام دي الكام كده خلاص بتعلق على البوست، فلو الكام دي نطت خلعت من البوست خلاص بقى كانه ديستوكيت خلاص. ده يحصل امتى؟ لو عندك الفليكشن جاب لاكس، فالدنيا هنا ايه تبقى واسعه فدي تنط ماشي. الحاجه الثانيه بيحصل تيبيال بوست بوليثيلين وير، بيحصل وير على البوست عمال في عليه فريكشن فيحصل عليه وير. في حاجه ثانيه اسمها باتيلر كلانك سندروم، بيحصل الريتيشن في السوبرا باتيلر باوتش خلاص نتيجه الايه الكونتاكت ما بين البوينت دي والبوست، فيحصل الريتيشن وفايبرس تيشو او جرانيليشن تيشو ويعمل ليميتيشن للموشن. طبعا بيبقى في كاتس كتير في الفيمر، فممكن يعني بزود كل ما كنت كونزرفاتيف في الكاتس كل ما دي كان حاجه ميزه خلاص. نيجي بعد كده بقى للكونسترين نون هنجد، ده ما بيبقى كونسترين للفارس فالجاس لكن ما فيش كونسترين للروتيشن ماشي. وممكن كمان بيبقى معايا زي ما قلنا التيبيال او الفيمورال اكستنشن اللي هو الروت ده اوكي، وكمان ساعات بيبقى معاه ايه ميتال اوجمنتس، ده هنا عندنا يعني في الشغل بتاعنا يعني. ده بنستخدمه في الـ او عنده فارس فالجاس ستابيليتي وروتيشنال ستابيليتي بس مش قوي. الانديكيشنز بتاعته لو في ال سي ال او ام سي ال اتنيويشن او ديفيشنسي خلاص، لو في فليكشن جاب لاكستي او لو في بون لوس خلاص، خصوصا في الايه النيوروباثيك جوينتس يعني لو عيان عنده نيوروباثيك يعني شاركوت مثلا او كده ده ابسولوت انديكيشن. ده سؤال برضه موضوع الشاركوت ده، عيان عنده شاركوت عملت له ايه؟ عملت له ايه سي سي كي او اللي هو كونسترين ارثروبلاست. ليه عنده بون لوس؟ عنده ليجامنتس انسفيشنسي وعنده بور كنترول على المص ماشي. يبقى الاسئله اللي جت في الموضوع ده ام سي ال وال سي ال اتنيويشن او ديفيشنسي او نيوروباثيك جوينت. الادفانسد بتاعته بيقلعوا ستابيليتي في وجود الليجامنتس او البوني ديفيشنسي، والديس ادفانتج ان هو بتشيل فيمورال كاتس كتير بون ريسبشن والاسبتيك لوزنج. قلت لك كل ما زودت الكونسترينت كل ما ايه؟ ما زودت الاسبتيك لوزنج او الستريسز على الامبلانت بون انترفيس فتزود اللوزنج. الكونسترينت هنجد دوت خلاص، ده هنجد بقى ده بيبقى ايه؟ توتالي كونسترينت و يعني هنجد في كل حاجه في الروتيشن وفي الفليكشن. الهنج ركب هنج جوه ده. البارشال فارس فالجاس انجوليشن بارشال انترنال اكسترنال روتيشن كونسترين، يعني هو مش توتال كونسترين. ده سؤال، هو في بارشال فارس فالجاس انجوليشن كونسترين وبارشال انترنال اكسترنال روتيشن كونسترين. الانديكيشنز بتاعته لو في جلوبال ليجامنتس ديفيشنسي هايبر اكستنشن ستابيليتي او لو في حالات التيومرز خلاص برضه في النيوروباثيك جوينت. ده جه سؤال برضه، بس هو السؤال لما جه ما كانش مديك اختيارات ما بين مثلا السي سي كي والتوتال كونسترين، هو كان جايب لك كونسترين كلمه كونسترين بس النيوروباثيك جوينت. طبعا اكبر مشكله ليه اللوزن خلاص. الموبايل بيرنج دوت ان بدل ما البولي اثيلين انسر ثابت بيسبن اراوند البيز دي. طب ايه ميزه الموضوع ده؟ بيحسن الرينج اوف موشن خلاص، بس محتاج ان يكون عندك ليجامنتس انتجريتي، لان انت لو الرينج لو فلت منك ممكن ده يخلق يعني ممكن ده يخلق. ده مينيمالي كونستريند، يعني كلمه مينيمالي كونستريند يعني الرينج اوف موشن اعلى خلاص. البي سي ال طبعا بيتشال وثيوريتيكالي بيريدوس البولي اثيلين وير. ليه بيريدوس البولي اثيلين وير؟ لان انا الحركه بتتحرك زي الباي بولر كده، زي الفرق بين الباي بولر واليوني بولر. الباي بولر
مستو ايه؟ ان جزء من الحركة بتبقى جوه الامبلانت وجزء مع المفصل، فبيقلل الوير في الايه في الاستما. نفس الكلام جزء من الحركة بتبقى ما بين الفيمورال امبلانت والبولي اثيلين، وجزء بيبقى ايه ما بين البولي اثيلين والبيز بليت الخارج. اتفقنا؟ بس هو كافيدنس بيز نو امبروفمنت في السرفايفر شيب. السرفايفر شيب يعني ايه؟ يعني اللونجيفيتي بتاعت المفصل. بس حاجه اسمها بيرنج سبين اوت ده ايه؟ كومبليكيشن. زي ما قلت لك ممكن مع واحد مثلا غشيم خلاص، ما هنا ما بيحبوش يركبوه في مصر ليه؟ واحد بقى ايه خلاص بقى يروح بقى ايه ينزل الغيط، عارف يعني غيط؟ ينزل المزرعه يعني مثلا او الارض مثلا يشتغل خلاص، وبعدين ايه يوم يتحرك حركه شديده فالبولي ايثيلين اللي بيتحرك ده يخرج من مكان يخلع. طيب في زي ما قلت لك حاجه اسمها اول بولي ايثيلين انسرت، مفيش بيس بليت، بركب على طول ايه زي السمنت كاب كده، هو كله بولي ايثيلين على طول. فده ايكويفالنت فانكشنال اوت كام، بس في ميزه ان هو ارخص. فهمتني؟ في بقى حاجه اسمها هايلي كونجروانت لاينرز. يعني ايه؟ يعني هو بدل ما بيتحرك كده الكونكافيتي بتاعت البولي ايثيلين انسرت بسيطه وفي سبيننج، يعني في سوري في روتاتوري موفمنت وفي جلايدنج، لا بيبقى كونجروانت كانه هب. الميديال كومبارتمنت كونكافيتي الاو لاترال كومبارتمنت ترانسليت بتوين فليكشن اند اكستنشن، ده اللي هو في النورمال. ان انا لما عندي الميديال فيمورال كوندايل بتتحرك تتحرك تتحرك لازم توصل لبوينت اللاترال خلصت، فلازم اللاترال تطلع قدام شويه او ترجع ورا شويه عشان تكمل حركه مع بقيه حركه الايه؟ اه زي ايه بقى؟ زي عارف فكره الاي بي اس بتاعت الفرامل؟ طبعا اللي هو ال بص لما انت تبقى سايق عربيه وبعدين لو العجله الشمال بس فرملت هتلف، الله ينور عليك، خلاص دي فكره اللي هي ايه الفرامل الذكيه. ان انت لو كان الفيمورال كوندايل اللاترال عجله وفرملت وقفت خلاص والثانيه لسه بتلف، لو حصل كده لازم العجله اللي فرملت خلصت الروتيشن بتاعها دي تتحرك معاك عشان تكمل بقيه الرينج اوف موشن. ده الهايلي كونجروانت لاينرز ده بيقلل الفيمورال رول باك. ليه؟ لان قلنا الرول باك ده محتاج فلات سيرفيس اعمل عليها جلايدنج، فلو انا ما عنديش الفلات سيرفيس دي مش هعرف اعمل الرول باك. بيزود الكونتاكت ما بين الفيمورال كومبوننت والبولي ايثيلين خلاص، فيخلي الموشن على الباك سايد ما بين البولي ايثيلين والبيز بليت قليل، فيقلل الكونتاكت ستريس ويذن ذا بولي ايثيلين. لا سوري، يعني هي الموضوع مش كده، هو لما انا بتحرك على فلات سيرفيس فنقطه التقاء الفيمورال كومبوننت بالبولي ايثيلين مش كبيره، نقطه صغيره كانك حاطط كوره على فلات سيرفيس، فنقطه الالتقاء ما بينهم ايه؟ قليله، فالفورس الستريس بيتحسب ايه؟ الفورس على اليونت اريا. طيب لما الاريا تقل الستريس يزيد لان الفورس ثابته. طب لما انا ازود الكونتاكت سيرفيس اقلل الايه؟ الستريس. خلاص ده مستو، انما عيبه ايه؟ ان انا قللت الرينج اوف موشن. خلاص برضه هو ايكوفالنت اوت كام في السرفايفر شيب وان شورت تيرم اند ميد تيرم ستاديز. طيب نتكلم شويه على الابروتشز. الابروتشز معظم الناس بتعمل الايه اللي هو الميديا الباراباتيلا. الانديكيشن تو كونفيرت من المينيمال انفيزيف تو ستاندرد باراباتيلر ابروتش لو الباتيلر تندون بدا يبيل اوف من التيبيال تيوبركل، او لو الانسيجن از تو سمول فور بروبر جيك بليسمنت. يعني في حاجه اسمها مينيمال انفيزيف توتال ني، امتى اكونفيرت المينيمال انفيزيف للكونفشنال؟ لو انا الجيجز مش عارف احطها كويس، مش عارف اشتغل كويس، او لو بقيت لقيت الباتيلر تندون بدا هي ايه؟ هيبيل اوف.
بس السؤال كان جاي على ايه الديسيجن تو سمول فور بروبر جيت بليس. في سؤال برضو جه الروتين يوز اوف انتيبيوتيك لودد بون سيمنت ان سكند ستيج اوف ريفيجن ارثرو بلاستي فور ديب انفكشن، يعني يفضل استخدم انتيبيوتيك لودد بون سيمنت في السكند ستيج في الـ في الـ في الريفيجن. مفيش نو ديفرنس في ريلاتيف ريكس في انتيريور ني بين بتوين باتيلو بلاستي اند باتيلو سيرفس، يعني مفيش ديفرنس، عشان كده ناس كتير ما بتعملش باتيلر سيرفس. مفيش ديفرنس ستاتستيكال ما بين في الانتيريور ني بين ما بين الريسيرفسنج والايه والباتيلو بلس. باتيلو بلس دي بعمل تريمينج للاوسيوفايتس بتاع الكلام ده. طيب الابروتشز فيه بقى اللي هو السيمبل اللي هو بتاع البرايمري اللي هو الميديال بارا باتيلر او الميد فاستس. الميد فاستس ده بيبقى فيه جريتست بوتنشال فور ذا نيرفيشن اوف ذا كوادريسبس ماسل، ده كده لاترال وده الميديال بارا باتيلر وده اللي هو السب فاستس، سوري ده الميد فاستس اللي هو داخل جوه الفاستس ده وده السب فاستس اللي هو سي. وفي المينيمال انفيزيف معظم الناس بتستخدم اللي هو الايه ميديال بارا باتيلر ده، في يعني مجموعه قليله بتستخدم السب فاستس ده ماشي. بس تبقى عارف ان الميد فاستس ده سؤال هو ده الجريتست بوتنشال فور ذا نيرفيشن اوف ذا كوادريسبس ماسل اللي هو بي. اوكي طيب ايه الكومبلكس بقى؟ الكومبلكس في الحالات اللي هي صعبه او في الريفيجن كيسز اللي هو الاكستنسايل ابروتشز، في حاجه اسمها الكوادريسبس سنيب. الكوادريسبس سنيب ده بعد ما بطلع كده زي الميديا بره باتيلر عادي، بدل ما بمشي بالطول بمشي ايه اخد حاجه اوبليك كده بالعرض. وفي اللي هو الفي وار بطلع كده وبعدين اقوم راجع كده خلاص. وفي حاجه ثانيه اسمها تيبيال توبريكال اوستيوتومي، لو انا حسيت ان التيبيال الباتيلر تندون هيبيل اوف او ما انا شايله بالتيبيال ايه تيوبريكل عشان اعرف ارجعه تاني بدل ما يبيل اوف خلاص. طيب في سؤال برضو كان جه اللي هو نو ريستريكشن ان رينج اوف موشن او ويت بيرنج افتر سيرجري في الحاجات اللي هي بعمل فيها ايه كوادريسبس سنيب، يعني مش عشان انا عملت كوادريسبس سنيب في حاله اعمل ريستريكشن للايه للرينج اوف موشن او للويت بيرنج خلاص، لا بشتغل عادي خالص وبمشي العيان وبعمل كل حاجه ماشي. البريباريشن اوف ذا تيبيا اول حاجه خلاص انا فتحت عملت الابروتش هعمل ايه بقى؟ هشيل الاي سي ال، اي اوستوفايس هشيلها، الميديال ولاترا من سكاي هشيلهم، بي سي ال يا اما هشيله يا اما هعمل له يعني هعمل له مثلا ريليز وكده ماشي. وبعدين اعمل انتيريو ساينوفيكتومي عشان اعمل الريفرنسنج الانتيريور والاكسبوجر بتاعي يبقى احسن شويه. طيب هاجي بعد كده الديستال فيمورال كات، بخش بالفيمورال جاي، ممكن اشتغل زي ما قلنا اكسترا ميدالري او انترا ميدالري، معظم الناس بتشتغل انترا ميدالري 1 سنتيمتر للانسرشن بتاع البي سي ال وجاست ميديا للميديا الفيمورال كوندايل، ده الانتري بتاعي، واحط ايدي على الفيمر عشان اتاكد ان انا ايه مش داخل يعني ما اخرمش الفيمر في الميدل بتاعي، بخش بالراحه يعني ما ايه ما غبش اب. التيبيال كات يا اما بشتغل اكسترا ميدالري او انترا ميدالري، لو انترا ميدالري الانتري بوينت بتاعتي ما بين الانسيرشن بتاع الاي سي ال والانتيرو هورن اوف لاترا منسكس، بشيل يا اما 2 مللي من الليست من الافكتد بارت يا اما 8 تو 10 مللي من الايه من الليست افكتد بارت خلاص. وطبعا الكات بتاعتي 90 درجه مع الايه مع الاناتوميكال اكسس او الميكانيكال اكسس. الروتيشن، الروتيشن عندي بظبط الروتيشن ازاي بتاع الفيمورال كومبوننت، يا بظبطه ان ريفرنس مع حاجه اسمها الوايت سايد لاين، ده بيبقى بيربنديكولار كده بيتعمل ثرو التروكليار جروف كده ماشي، يا اما حاجه اسمها ترانس ايبيكوندايلر اكسس، كل دول يا اما بيربنديكولار لده يا اما بارل لده، يا اما اشتغل على البوستيرو كوندايلر لاين بس مش هشتغل بارل عليه، هشتغل ان 3 ديجري اوف اكسترنال روتيشن دي لان هو بيبقى في انترنال روتيشن 3 ديجريز خلاص، او ان انا اشتغل بارل للايه للبروكسيمال تيبيال كات لو انا عملتها الاول. اوكي معظم الناس بتشتغل ايه او مش معظم الناس حسب كل سيستم بيشتغل ازاي، بس احنا هنا زمر بنشتغل بوستيرو ايه كوندايلر لاين ريفرنسي، ده ليه دروباكس في حالات الفالجاس مش هنتكلم على الموضوع ده خلاص، انما
في الحالات العادية بستغل ايه 3 ديجري اكسترنال روتيشن من البوستيريو كوندايلر اكسس. اتفقنا؟ طيب الهدف بقى من الكلام ده ايه؟ ده اللي هم ايه؟ دول 3 ديجري اوف انترنال روتيشن. انا بشتغل لما اعمل اكسترنال روتيشن 3 ديجريز منهم اعمل بارلل ريكتانجولار ايه؟ سبيس في الفليكشن اللي هو الفليكشن جاب تبقى ايكوال للايه؟ الاكستنشن جاب الكات اللي انا عامله في الاكستنشن. وبعدين بعمل حاجه اسمها الجاب تكنيكس، بجيب البلوكس احطها في الفليكشن والاكستنشن اتاكد ان ايه؟ ان الاكستنشن جاب والفليكشن جاب الاثنين ايه؟ بالانسد وايكوال. خلاص؟ بالانسد يعني ايه؟ يعني ممكن احط البلوك ده الاقي ايه في تايتنس هنا ايه؟ ميديا، يبقى انا محتاج اعمل ميديال ريليزز. طيب الكورونال بلين بالانسنج اللي هو فارس فالجاس بوث ميديا اند لاترال ليجامنتس مي بي ستريتشد اور كونتراكت. كونتراكتد يعني ايه؟ يعني انا عندي فارس بيبتدي الليجامنتس الميديال تبتدي ايه؟ تكونتراكت والليجامنت اللاترال ايه؟ تستريتش. ففي حالات في الكونكيف سايد بيبقى فيه تايت ليجامنتس ذات نيد ريليز، وفي الكونفكس سايد بيبقى فيه ستريتشد ليجامنتس ذات نيد تو بي ايه؟ تايتند. طب هتايتنها ازاي؟ اعمل فيها ابلايكيشن مثلا بالغرز؟ لا، بريليز التايت بارت لغايه ما يبقى نفس طول الايه؟ الاسترتشد بارت، واحط حاجه تملى الفراغ دوت. ماشي؟ ولازم اتست البالانسنج ده في الفليكشن والاكستنشن، لان في حاجات بتبقى تايت في فليكشن بس وفي حاجات بتبقى تايت في اكستنشن بس. طيب دلوقتي انا زي ما قلنا انا عملت ريليز للتايت بارت، بستخدم امبلانت تو فيل اب ذا جاب تو ميك ذا ستريتشد بارت توت. توت يعني ايه؟ تايت. ولو هحتاج ان انا احط بولي ايثيلين انسرت اكتر من 15 مللي عشان اريستور التايتنس ده، يبقى انا هستخدم كونسترين. يفضل ما ينفعش استخدم بولي ايثيلين انسرت 15، لا ساعتها اشيفت ان انا احط مثلا حاجه ايه؟ كونسترين. عشان كده في الاكستريم ديفورمتيز ما بستخدمش الكونفنشنال ارثروبلاستي وبستخدم حاجه كونسترين. فانا احنا للاسف ما عندناش كل الكلام ده اون شيلف، فلازم تبقى من الاول داخل ايه؟ عارف هتحط ايه. انما بره بيبقى عنده بره سي سي كي وعنده مش عارف ايه وعنده مش عارف ايه، فيقدر ان هو جوه العمليه ايه؟ يغير الديسيجن، بدل ما يركب بي سي ال سبستيتيوتنج يقوم حاطط سي سي كي. احنا ما عندناش الكلام ده. طيب في الفارس ديفورميتي بيبقى فيه ميديال سايد تايتنس خلاص ولاترال سايد ستريتش. لازم اكريت البريسايز بون كاتس واريليز، ما اعتمدش في الكوركشن اوف ديفورميتي على البون كاتس، لا انا بعمل بون كاتس العاديه وبعمل بعد كده ايه؟ الريليز بتاعتي العاديه. يعني بعد ما اعمل البون كاتس التقليديه الكونفشنال ابتدي ريليز الليجامنتس. في ناس تعتمد على الكوركشن على البون كاتس، ده الكلام ده يعني غلط تماما. ماشي؟ ال واعمل ريليز للميديال وتايتن اللف بالطريقه اللي قلنا عليها، ولازم ابالانس الفليكشن والاكستنشن جدا. طيب ايه الستبس بتاعت الميديال ريليز؟ اظن الموضوع ده مهم جدا لكن ما بيجيش فيه اسئله، فهنعمله بس انيوميريشن كده مش هنعلق عليه قوي. اول حاجه بشيل الدي ام سي ال، لو عندي اوسوفايتس اشيلها. ممكن اعمل ريليز للبوسترو ميديال كورنر خلاص. وبعدين في حاجه اسمها ميديال تيبيا ريدكشن اوستيوتومي، يعني بشيل جزء من الميديال تيبيا. يعني انا افترض ان خلاص شلت الاوسوفايت ولسه عندي ايه؟ تايتنس في الميديال ليجنز، ممكن اشيل جزء من التيبيا اسمها ميديال ريدكشن اوستيوتومي. لو انا بشيل البي سي ال زي ما قلت لك، البي سي ال بيحل مشكله البارس والفليكشن تايتنس، وممكن بعد كده اريليز السيمن برينوزس، وبعد كده باي كراستنج السوبرفيشال ام سي ال. باي كراستنج يعني اخربه اخربه بس، بعد كده ممكن اشيله خالص، بس لو شلته بقت كوليسترين. خلاص في حاجه برضه اسمها ديفرنشال ريليز. الديفرنشال ريليز ان الانتيريور بارت بتاع الام سي ال يبقى تايت في فليكشن والبوستيريور بارت يبقى تايت في اكستنشن. فممكن لو انا عندي تايت في فليكشن او اكستنشن ابتدي اعمل الديفرنشال ريليز. ماشي؟
ده اسمه سيكوينشال ستيبس، خطوه خطوه لغايه ما تلاقي الدنيا بالانسد تقع. ليه؟ لان كل حاجه من دول بتجبردايز الاستابيليتي. البالجس ديفورميتي بيبقى العكس بقى، اللاترال سايد هي اللي بتبقى كونكيف وطيب، والميديال سايد هي اللي بتبقى لاكس ويعني ريدندنت او كونفكس. خلاص طبعا اعمل البون كاتس زي ما قلنا، اريليز اللاترال ليجامنت خلاص، وتايتن اللاكس ايه ميديال ليجامنت. قلنا هنتايتن ازاي؟ ان انا احط حاجه طول، بعد ما اعمل ريليز المفروض الاثنين بقوا نفس الطول، احط انسر يعمل لي ايه بالانسنج للجانب، فاهم؟ وبالانس الفليكشن والاكستنشن جانب. البالجس ديفورميتي بتبقى شيء في حاجه اسمها هايبوبلاستيك لاترا فيمورال كومبلاين. البالجس ديفورميتي برضه كومن ان يحصل معاها كومن بيرونيال نيرف انجري بعد الريليز بعد الكوركشن. خلاص طيب ايه بقى مشكله الهايبوبلاستيك لاترا فيمورال كومبلاين؟ ان الهايبوبلاستيك لاترا فيمورال كومبلاين في البالجس، احنا قلنا ان البوستيريور كومبلاينر اكسس في انترنال روتيشن 3 ديجريز. خلاص معنى كلمه انترنال روتيشن 3 ديجريز يعني ايه؟ يعني اللاترال فيمورال كومبلاين كده هو مثلا، خلاص يعني عندي الاثنين هو في انترنال روتيشن لاترال 3 ديجريز. طيب لو انا عندي اللاترال فيمورال كومبلاين هايبوبلاستيك نتيجه البالجس ديفورمت تبقى طالعه لفوق، فبدل ما هو في انترنال روتيشن 3 ديجريز بقى في اكسترنال روتيشن. فلو عملت بوستيريور فيمورال كومبلاين ريفرنسي هيطلع لي روتيشن غلط، فلازم اريفرين. اريفرين يعني ابعد عن البوستيريور كومبلاين اكسس ريفرنسي في حالات الفالجس. ما ينفعش اعمل بوستيريور كومبلاين اكسس ريفرنسي في حالات الفالجس. عرفنا ليه؟ انت يا روح بجد؟ لا ترانس ايبي كونتايلر اكسس او وايد سايد لاين او برا اللي ايه بتبتدي اكتر. خلاص دول اللي ايه يعني ده حاجه تريك وسؤال برضه. خلاص الهايبوبلاستيك لاترا فيمورال كونتايل كوز انترنال روتيشن فور ذا انترو بوسيو كاتنج بلوك. خلاص اف ذا بوسيو كونتايلر لاين از يوز فور روتيشنال ارم. خلاص اتفقنا على المعلومه دي دلوقتي. اصلا الطبيعي ان البوستيريور كومبلاينر اكسس في انترنال روتيشن. خلاص فلما كوزس انترنال روتيشن ما اعرفش نسيبك منها، المهم انك تبقى عارف المعلومه فاهمها يعني. خلاص بس اصلا خلي بالك انا باخد كوبي من السؤال، يعني ده سؤال انا مش فاكر، بس هي انت لو فهمتها هتعرف يعني هو هايبوبلاستيك فبيبقى فيه اكسترنال روتيشن. لا بيبقى فيه مور انترنال روتيشن. المفروض في ال لما بنعمل كوركشن او نورمالي بنعمل اكسترنال روتيشن. بنعمل اكسترنال روتيشن مظبوط. بعدين هي في انترنال روتيشن لو عملنا ريفرنسنج نزود الاكسترنال روتيشن. بالظبط نزود الاكسترنال روتيشن. لا سوري هنزوده خالص خالص. لو عملناها 3 ديجريز مش هتيجي. انا بقول لك ما تعملش عليه اصلا. او تعمل سي تي خلاص وتشوف هو البوستيريور كومبلاينر اكسس قد ايه، يعني هو تشوف هو الاكسس ده قد ايه ان ريفرنس دي ترانس كومبلاينر اكسس في السي تي ماشي، وتشوف الديجري وتكسر الروتيشن اللي انت هتحتاجها اثناء الكفر. لو انت هتريفرنس عادي هيكون اكثر من 3 ريجنس. خلاص يعني هو التيبيا بتبقى راحه في اكسترنال روتيشن كده، فانا محتاج ارجعها كده يعني اقلل الاكسترنال روتيشن بتاعي. انا راجع اعمل كده اكسترنال روتيشن، اقلل الاكسترنال روتيشن، اعمل انترنال روتيشن في الكابل ده. يعني مش عايزين نخش عشان ما نضيعش وقت. المهم فكره ايه؟ ان ايه هايبو بلاستيك لاترا فيمورال كومبلاين. اوكي؟ اكسترنال روتيشن. استنى بس. انا لما اعمل انترنال روتيشن كده. هي بتبقى انترنال روتيشن. لما هايبو بلاستيك، بص هايبو بلاستيك يعني ايه؟ يعني الخط اللي ورا ده اللي الترا كاميرا كومبلاين وده الميديا اللي هي كاميرا كومبلاين.
طيب لما داتا فيرمال كوندايت وهايبر بلاستيك النقطه دي هتعلى طيب عامل انترنال روتيشن طيب هو انترنال روتيشن خلاص يبقى انا هو اوريدي انترنال روتيشن 3 ديجريز عشان كده انا بعمل اكسترنال روتيشن فانا محتاج ازود الاكسترنال روتيشن خلاص فانا محتاج ازود الايه الاكسترنال روتيشن لو انا هعمل بوستير كوندايت اكسس ريفرنس خلاص لخبطت لا لا بس لا طب ما ايه تاني بقى طالما اتلخبطت طيب الستيلس اوف لاترال ليز زي ما قلت لك يعني الموضوع بتاع الليز ده مهم جدا 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 في الشغل بتاعك في فيروس افالجاز ديفورم بس ما بيجيش فيه اسئله اول حاجه بشيل اوستيفايتس ثاني حاجه البوستر ولاترال كبسول لو هو ممكن بعد كده تشيل الهيليوتيبيال باند لو هو تايب اكستنشن او البوبليتيس لو هو تايب اكستنشن ده سؤال انك تعمل ريليز البوبليتيس لو هو تايب اكستنشن فور سيفير ديفورمتي ممكن اريليز الهيليوتيبيال باند والبوبليتيس يعني تبقى عارف ايه لو في تايب اكستنشن هريليز ايه البوبليتيس ده المعلومه المهمه يعني طيب ال سي ال اخر حاجه تتشال وطبعا لو شلت ال سي ال ركب ايه الفليكشن ديفورمتي تبقى الكونكيف سايد بوستيريو والريليز بتاعتي بتبقى بوستيريو كل الريليز تعمل في 90 ديجري وفليكشن ليه؟ عشان اريح البندر انا رايح البوستيريو ريليز اوردر بشيل لو في اوستيفايتس بعد كده البوستيريو كبسول وممكن اعمل اديشنال ريسكشن في الديستال فيمر هو كلمة فريكشن كونتراكشن او تايتنس ان ما بيحصلش فول اكستنشن. مفيش فول اكستنشن يعني عندي تايت اكستنشن جاب. صح؟ فممكن علاج التايت اكستنشن جاب ده ان انا اعالج ايه؟ اشيل شويه من الديستال خلاص؟ اتفقنا؟ بس المعلومه دي النقطه الوحيده اللي احنا اشتغلنا فيها بون كاتس في الريليزز كلها. خدت بالك؟ الفيروس والبنجاز ديفورمتي ما جيناش عند البون كاتس خالص. انما هنا بس عشان هي ساجيتال بلين ديفورمتي مش كورونا بلين اتكلمنا واخر حاجه اتقالت ان انا ازود شويه في الديستال فيمر. ليه بقى لما ازود في الديستال فيمر هيحصل ايه؟ الفر الجوينت لاين. ونلاقي في الجوينت لاين ده يعني حاجه خطر. وممكن اعمل ريليز الجاستروكيميس مثلا. ايه الكومبليكيشن بتاعت الريليز؟ زي ما قلنا في الحالات اللي هي فالجاس وفيها فليكشن كونتراكشن وعامل كمان لمبر لامينيكتومي او مدي ايه بالديورال انستيزيا الحاجات دي كلها هاي ريسك ان يحصل ايه؟ بريونيال نيرف انجري خلاص؟ يعني هو جه السؤال كده يقول لك ايه عيان هيجي له بريونيال نيرف انجري هاي ريسك بايه وايه وايه مع اكسبت اول اكسبت يعني الاجابات فالجاس ديفورمتي فليكشن كونتراكشن لمبر لامينيكتومي يعني لو هو عامل لمبر لامينيكتومي قبل كده عشان الدبل كراش سندروم او لو مدي ايبيديورا فالايبيديورا بتزود الريسك في الايه؟ كومن برونيال نيرف انجري. طيب لو العيان جاله كومن برونيال نيرف انجري نعمل ايه؟ اول حاجه اشيل كل الدريسنج وفليكس النيه واتابع العيان ثلاث شهور. خلاص؟ لان ممكن ليه بقى فليكس النيه؟ لان ممكن يكون عليه ستريتش لما انا اعمل فليكشن للني بريلاكس الايه؟ النرف وابتدي ايه؟ اتابع العيان، لو ما اتحسنش ابتدي اعمل له اكسبلوريشن مش قبل ايه؟ او يعني اي ام جي ونرف كوندكشن ستادز بس بعد ثلاث شهور. لو الكورونال بلين ديفورمتي اكتر من 20 ديجريز خلاص؟ وكانت كوريكت بقى انترا ارتيكولار بون كابس اند سوفت تيشو بالانسنج الون لازم ممكن ساعتها احتاج اعمل ايه؟ اكسترا ارتيكولار ايه اوسيوم. تمشي يعني انا ما شفتش حاجه كده صراحه. يعني لو عندك حكومه اكتر من 20 رئيس اعمل لها اكسترا ارتيكولار سيرجري. لا بس هو اللي يقول لك الاول حاول تصلحها ايه؟ انتر ارتيكولار كاتس و بس ده معلومه يعني المعلومات ممكن الناس غالبا ما تعرف تصلحها. طب استشتل بلين بقى ايه بالانسنج اللي هو الفليكشن جاب والاكستنشن جاب. ده جه عليه كام سؤال؟ 19 سؤال. يعني تخيل موضوع مهم جدا اللي هو الاكستنشن جاب والفليكشن جاب. لازم جول توبتين اجاب ذات از ايكوال للفريكشن اند اكستنشن ولازم انشور التيبيال انسرت از ستيبل ثرو اوت الارك اوف موشن يعني التيبيال انسرت اللي انا مركبها ستيبل ما بتنطش
وما بتبقاش لوس في الاكستنشن والفليكشن. لو نطت معناها ايه؟ تايتنس. طيب ولو هي لوس بتتحرك يبقى الجاب دي لاكس. يعني انا بعمل ايه؟ بعمل فليكشن وابتدي احرك الركبه، الاقي الركبه كلها بتتحرك يونت واحده. او انا تنيت الركبه وبعدين بحركها لقيت التيبيا بتتحرك والفيمر ما بتتحركش، يبقى الجاب دي ايه؟ فليكشن جاب لاكس. او بعمل بفرد للاخر لقيت ايه؟ في ريكيرفيتم، يعني الركبه بتتفرد زياده عن اللزوم، يبقى الاكستنشن لاكس. او جاي يفرد ما بتفردش، يبقى الاكستنشن ايه؟ تايت. او جاي يتني ما بتنيش، مش عارف اتني، او التيبيا الانسرت الترايل بينط، يبقى الفليكشن تايت. اتفقنا؟ زي ما قلنا البالانسينج از اكوبوليكس ديو تو ريدي اوف كيرفيتشر باتيلو فيمورال والتيبيو فيمورال ارتكيوليشن. طيب المعلومه المهمه اللي تحق الرسمه دي بتقولها ان انا في الفليكشن جاب يبقى الارتكيوليشن ما بين البوستيريور فيمورال بارت والتيبيا، والاكستنشن بيبقى الارتكيوليشن ما بين التيبيا والديستال ايه؟ فيمورال بارت. معنى كده ايه؟ ان لو عندي مشكله في الاكستنشن بس عالجها منين؟ من الديستال. لا، لو عالجتها من التيبيا هتأثر كمان على الفليكشن. خلاص؟ يبقى انا لو عندي مشكله في الاكستنشن ما اشتغلش على التيبيا، لان هاجي اصلحها من هنا هتفك من هنا. خلاص؟ يعني هلعب في التيبيا وانا في الاكستنشن هتقوم مغيره لي الفليكشن. يعني انا عندي بالانسد مثلا فليكشن وتايت اكستنشن وانت جاي شايل من التيبيا، هتصلح لي الاكستنشن بس هتعمل لي ايه بقى؟ هتبوظ لي الايه؟ التيبيا السفليكشن اللي كانت بالانس. يبقى انا عندي اكستنشن اشتغل ايه؟ ديستال. طب عندي فليكشن اشتغل ايه؟ بوستيريو. عندي الاثنين اشتغل على التيبيا. لو عندي الاثنين زي بعض، يعني لو عندي تايتنس اكستنشن وفليكشن اشتغل على التيبيا. طب افرض عندي تايت فليكشن ولاكس اكستنشن، ما ينفعش اشتغل على التيبيا. ليه؟ لان المشكله هنا غير المشكله هنا. فلو انا ريحت من التيبيا هزود يعني لو عندي تايت اكستنشن ولاكس فليكشن فجيت ريحت في التيبيا، اللاكس اللي في الفليكشن هتزيد. خلاص؟ فالرسمه دي مهمه جدا انك تبقى عارف ايه اللي بيأثر على الاكستنشن وايه اللي بيأثر على الفليكشن وايه اللي بيأثر على الاثنين. خلاص؟ طيب يعني ايه بقى تايت انفليكشن؟ تايت انفليكشن يعني الركبه ما بتتنيش للاخر، ما بتتنيش للاخر، او لما بضغط عليها تتني الاقي الايه؟ الانسرت بينط يعني ايه؟ بيقب كده. لما ده يجي يتني ويضغط هنا يقوم ايه؟ الانسرت يقب كده معايا. خلاص؟ ده اسمه ايه؟ تايت فليكشن. بالانسد فليكشن يعني بيتني للاخر، ماشي؟ لاخر الرينج اللي هو بتاع الامبلانت يعني. طيب لوس انفليكشن يعني خلاص لما بجتني للاخر بلاقيه ايه؟ بيتحرك معايا في الفليكشن. اجي مثلا اعمل انتيرو درور او كده الاقي التيبيا بتتحرك مش ماسكه كويس. ده اللي هو ايه؟ لاكس او لوس انفليكشن. طيب يعني ايه تايت ان اكستنشن؟ يعني ما بيتفردش للاخر، الركبه ما بتفردش معايا، ماشي؟ بالانسد ان اكستنشن يعني الركبه بتتفرد للاخر زيرو او ماينس 5 بالكتير. خلاص؟ لوس ان اكستنشن يعني بيخش في ريكيرفيتم او في انتيريور درور في الاكستنشن لاكس. لازم برضو ابالانس، اشوف البالانسد البالانس في الميد رينج، يعني ما اكتفيش في الفول اكستنشن والفول فليكشن، اشوف برضو في الميد رينج الركبه بالانسد ولا لا. خلاص؟ طيب الجدول ده بقى في إجابة ال 19 سؤال. هو حاطط لك الجدول ده في أورسو بوليت وموجود في كل حتة يعني، بس هو إيه؟ أحسن حتة كاتباه الإيه؟ الأورسو بوليت. الجول بتاعي إن أنا أبقى عندي بالانسد في فليكشن مع بالانسد في اكستنشن اللي هو بيرفكت ده. خلاص؟ طيب نيجي نعمل مثلا اكسرسايز. أنا عندي عيان بالانسد في الفليكشن وتايت إن اكستنشن. هعمل له إيه؟ ما تبصش. خلاص؟ انا عندي عيان بالانسد في فليكشن وتايت ان اكستنشن. المشكله كده في ايه؟ في الفين فيمر. الديستال فيمر، برافو عليك. خلاص؟ يبقى هقلل هزود ايه؟ الديستال فيمر كات. خلاص؟
عندي عيان تاني بالانسد في الاكستنشن خلاص وتايت في الفليكشن هعمل ايه؟ ازود البوستيريو كارد صح كده؟ طيب عندي عيان تايت ان اكستنشن وتايت ان فليكشن هعمل ايه؟ ازود البوستيريو كارد ده ببساطه. طب افرض عيان لوس اعمل ايه؟ احط فيمورال مثلا في الاكستنشن احط فيمورال اوجمنت وانزل الايه؟ الفيمورال شويه الفيمورال امبلانت شويه او في حل تاني العيان لوس ان اكستنشن خلاص ازود البوستيريور كات بتاعت الفيمور خلاص عشان اخلي الفليكشن كمان لوس وبعدين ازود التيبيال ايه بول ايفيدنس يبقى انا حولت الاثنين للوس وزودت البول ايفيدنس بس تبقى ليميت ان انا ما وصلش 15 مللي وما عنديش الجوينت لاين اكتر من ايه؟ من 8 مللي تمام؟ هو ده الجدول ده باختصار يعني انت المفروض تبقى فاهمه مش حافظه. يعني انا الكلام اللي بقوله ده فهم. الاوبشنز دي مش يعني ايه مش حاجه الزاميه بس هي دي الاوبشنز اللوجيك اللي الناس متفقه عليها. خلاص؟ نقراه ولا خلاص يعني الفكره وضحت؟ يعني الفلسفه بتاعت الموضوع واضحه. الموضوع ده مهم جدا جه عليه 19 سؤال. وانا شايفه سهل مش صعب. لو انت فهمت ايه اللي بيأثر على الاكستنشن جاب وايه اللي بيأثر على الفليكشن جاب. طيب نيجي بقى الموضوع مهم جدا جدا برضو جه عليه حوالي 17 سؤال اللي هو الباتيلو فيمورال الاين. الابنورمال باتيلر تراكنج از ذا موست كومبليكيشن اوف توتال نيك خلاص الجو نوت سيريس بس هو الموست كومن كومبليكيشن. طبعا الكيو انجل زي ما شرحتها لك هي اهم نقطه انا بلعب عليها ان انا عايز ارستور الكيو انجل عشان احافظ على الباتيلر تراكنج وكمان ارستور الجوينت لاين ليفل خلاص. طيب الابنورمال انكريز في الكيو انجل وليد تو انكريز لاترال سبلكسيشن ويحصل بين وميكانيكال سيمبتومز ماشي. المال روتيشن اوف ذا كومبوننت بيبقى دايجنوست بالسي تي يعني انا عشان اقيم الروتيشن بتاع الكومبوننت مش عارف اقيمه بالاكس راي لازم اعمل العين سي تي. طيب والعلاج بتاعه ايه؟ ريفيجن ريفيجن يعني بص ما يعني انا عندي عيان بيشتكي وعنده مال روتيشن اوف ذا كومبوننت ملوش علاج غير الريفيجن. يعني تخيل هتعمل العيان ريفيجن مش عشان عنده انفكشن او عنده لوزنينج او عشان انت بس الروتيشن مضايقه وعنده بيرسيستنس مثلا انترنال روتيشن او ميدياليزيشن هتعمل له خلاص. طبعا هنا ممكن ما تعملش كده انا بكلمك على حل السؤال. هنا العيان بيعمل عمليه بالعافيه وعشان تعمل له ريفيجن عشان عنده بين قرار صعب يعني انما هو صح انك تعمل له ريفيجن. طيب ايه الكومن بقى تكنيكس اللي بتعمل ايه؟ بتزود الكيو انجل. احنا قلنا الباتيلا هنا كده وجايه اللاين الاولاني من تيرو سوبيريور سباين للسنتر اوف ذا باتيلا اللاين الثاني من الايه؟ من السنتر اوف ذا باتيلا للايه؟ للتيبيال تيوبر خلاص؟ او تيبيال تيوبر خلاص؟ او تيبروست. كل ما الباتيلا راحت جوه كل ما الزاويه دي ايه؟ زادت واللاترال فول فورسز زادت. كل ما الباتيلا راحت بره خلاص؟ كل ما الايه؟ ما الزاويه دي قلت واللاترال فولينج فورسز قلت. خلاص؟ يبقى اي حاجه هتزق الباتيلا لجوه دي تزود الكيو انجل وتعمل ايه؟ باتيلو فيمورال مال الاين او مال تراجل. يبقى انا لو خدت الفيمر دي وعملت لها انترنال روتيشن الفيمر هتاخد معاها ايه؟ الباتيلا. يبقى لو خدت الفيمر وعملت لها انترنال روتيشن ده يعني يزود لي الكيو انجل يبقى ده مشكله من ضمن المشاكل. طب لو خدت الفيمر دي وعملت لها ميدياليزيشن برضه تزود المشكله. طيب لو خدت التيبيال انسر او التيبيال بار وعملت له انترنال روتيشن لا تزود برضه التيبيا هتتحرك معاها الفيمور. انت التيبيا مش التيبيا التيبروستي دي بقى انا كنت متلخبط فيها. انا كنت فاكر ايه؟ طب ما التيبيا دي هي التيبيا التيبروستي لو عملتها لاترال لا التيبيا لما بتاخدها لجوه هي بتاخد الفيمر وبقيه البروسيسس في انترنال روتيشن والتيبيا التيبرسي زي ما هي في وضعها. هو انا لما بقول لك التيبيا انترنال روتيشن التيبيا البروسيس او انسر ده ان ريفرنس تو ايه؟ للتيبيا
لما اقول لك انا حطيت التيبيا الانسرت ده الانترنال روتيشن، انا حطيته الانترنال روتيشن ريلاتيف لايه؟ لبقيه التيبيا. لما احط التيبيا الانترنال روتيشن يبقى كاني عملت ريلاتيف اكسترنال روتيشن للايه؟ التيبيا الكيبروست. فهمت؟ اقتنعت؟ كل العده ثابته خلاص انترنال روتيشن ميديالايزيشن. لو عايز تحفظ كده عايز تفهم زي ما قلت ماشي، يبقى لو انا خدت التيبيال بارت وعملت له انترنال روتيشن او ميديالايزيشن برضو بياخد هو الجزء بتاع الكيمر بالباتيلا ويعمل له انترنال روتيشن او ميديالايزيشن. خلاص يتفضل اخر حاجه اللي هي ايه؟ لو انا عملت باتيلا ريسيفسي الباتيلا الارثروبلاست لو حطيتها ميديال خلاص هي لو حطيتها ميديال ده الصح. يعني لو احطها لاترال ولا ميديال احطها ميديال. طب افرض انا حطيتها لاترال ايه المشكله؟ الباتيلر ريسيفسي بليسنج الباتيلر بروسيسز لاترال اون ذا باتيلا ده الغلط، ده اللي يعمل مشكله. ليه؟ لان تخيل انا دلوقتي دي التروكليا ادي التروكليا وانا الباتيلا ماشي وكده لاترال وكده ميديال، اجي احط الباتيلر ريسيفسي ميديال هنا كده فالباتيلا هتعمل ايه؟ هتقوم راحه واقفه كده. لما الباتيلا راحت واقفه كده الكيو ان زادت ولا قلت؟ قلت. ليه؟ لان الباتيلا راحت لاترال. انا قلت لك اي حاجه تودي الباتيلا ميديال تزود الكيو ان تزود البوني كوست. يبقى انا كده ده لاترال وده ميديال. انا حطيت الباتيلا كومبوننت ميديال فجت وقفت في التروكليا كده. خلاص الباتيلا لما تروح كده الباتيلا راحت ايه؟ لاترال. فالكيو ان ايه؟ قلت. فدي حاجه كويسه. طب جيت انا حطيتها لك فعايز الباتيلر بروسيسي دي عايز تحط مع تروك تقوم راحه كلها ميديال كده زودت الكيو ان فهمتني؟ خلاص؟ يبقى كل حاجه بتميديالايز او انترنال روتيت تعمل لي مشكله ما عدا الباتيلا لما احطها ميديال هي دي اللي تبقى صح. اتفقنا؟ ولا هتشوف تشوفوا ليه؟ احنا قلنا الباتيلو بلاستي مفيش ديفرنس في الـ في الـ في, الـ في البين ما بينها وما بين الباتيلا ريسيرفسنج، بس في سؤال جه ان الباتيلا ريسيرفسنج بيقلل ريفيجن ريتس. كل دي ستاديز وكلام ايفيدنس بيز، بس انا ما تهيأليش في مصر هيجيبوا الاسئله دي، بس هو وانت بتذاكر هتلاقي الاسئله دي للعلم يعني. خلاص طيب الفيمورال بروسيسز زي ما قلنا ايه الثلاثه لاينز اللي انا هريفرنس عليهم؟ يا اما الانتروبوستيريو اكسس اللي هو الوايت سايد لاين، يا اما ترانس ايبيكوندايلر اكسس، يا اما البوستيريو كوندايلر اكسس. ده في الروتيشن الباتيلو فيمورال الاينمنت الشغل بيبقى على ايه؟ على الروتيشن. اتفقنا؟ ده الوايت سايد لاين اهو وده الترانس ايبيكوندايلر اكسس وده البوستيريو ايه؟ كوندايلر اكسس. البوستيريو كوندايلر اكسس از نورمالي 3 ديجري انترنالي روتيتد فروم ذا ترانس ايبيكوندايلر اكسس. عشان كده لو هعمل بوستيريو ريفرنس هعمل ايه؟ اكسترنال روتيشن 3 ديجري. اهو مش احنا قلنا ده كده ده الاكسس كده انترنال روتيشن وكده اكسترنال روتيشن. بقول بوستيريو كوندايلر اكسس انترنال روتيشن 3 ديجري. هو شايف ايه؟ الميديا تحت. ايوه الميديا تحت اهي. الميديا تحت اهي. بص بص اهي ده النيوترال الميديا تحت هتزقه كده هو كده في انترنال روتيشن. ليه انا قلت عليه انترنال روتيشن؟ انترنال روتيشن انترنال روتيشن فهمتني؟ فاهم؟ اوكي؟ طيب يبقى ده الميديا اهي تحت زي ما انت بتقول فهو الانترنال روتيشن هو عشان تتخيلها تخيلها كانك واقف تعمل انترنال روتيشن اكسترنال روتيشن خلاص؟ عشان كده لما احب اعمل حاجه بارلل للترانس ايبيكوندايلر اكسس اعملها في اكسترنال روتيشن 3 دي. برضه ده سؤال. طيب انترنال روتيشن اوف ذا فيمورال بروسيسز زي ما قلنا ايه؟ هي انكريز الكيو ان ده النورمال اهو. لو انا عملت انترنال روتيشن هيزود الايه؟ هيجيب الباتيلا ميديال يزود الكيو ان. اتفقنا؟ في حد مش فاهم؟ انت فاهم؟ ازاي؟ انت نيابه ولا زماله؟ بجد؟
بص لو في حاجه صعبه انا الكلام ده فهمته بعد ما خدت الدكتوراه. يعني ما تزعلش. خلاص لا الموضوع مش سهل طبعا يعني ايه بس يعني بص هو العلم بيقوم يبقى يعني ايه يعني انت النهارده سمعت الكلام ده وما فهمتوش بس عرفت ان في حاجه اسمها كده لما تسمعه تاني هتركز تاني لما تيجي تقراه هيبقى وكده كده انا بسجل المحاضرات دي وبرفعها على لا بقول لك بسجلها وبرفعها على النت حد يبعت لك بس الانفايت بتاع الجروب وهتلاقي كل المحاضرات طيب زي ما قلنا ميدياليزيشن اوف ذا بروسيس يو انكريز الكيو ان انت تبقى عارف ميدياليزيشن انترنال روتيشن اوف اي حاجه بتزود الكيو ان وده الغلط وده اللي ما يتعملش اتفقنا طيب تيبيال بروسيسز دايما تلاقي كده لما نيجي نحط التيبيال انسر نظبطها على ايه على اللاترال ولا على الميديال على اللاترال ليه لان انا لو ظبطتها على اللاترال يبقى انا بعمل ايه اكسترنال روتيشن خلاص لكن لو ظبطتها على الميديال يبقى انا بعمل انترنال روتيشن عرفت ليه بظبطها تلاقي حته كده مكشوفه بوسترو ميديال لان انا عامل ايه اكسترنال روتيشن ولا تفهم يعني انا لما اجي احط الجايد او المقاس بتاع التيبيال بحطه ايه ده سنتر على البوسترو لاترال كورنر عشان انا عايزها في اكسترنال روتيشن واسيب حته مكشوفه في البوسترو ميديال كورنر اتفقنا يبقى التيبيال كومبوننت سنترد اوفر ذا ميديال سيد اوف ستيبيال تيبيال لو بسنتره قدام برضو المفروض يبقى نصه على الميديال سيد اوف ذا تيبيال تيبيال لان التيبيال تيبيال كان اصلا في اكسترنال روتيشن يعني هي فكره الكيو انجل ان التيبيال تيبيال لاترال يعني فانا مش بسنتره على يعني لو انا سنترته في النص ميديال في النص بالظبط هيجي كله لا هيجي كله هو هيجي سنترشن دي كويس هيجي كله انترنال روتيشن لو انا سنترته في نص التيبيا مش في نص التيبيا التيوبريك فالريفرنس بتاعي ببقى سنترد على الميديال ثيرد اوف ذا تيبيا التيوبريك خلاص ميديال ثيرد مش الميدل ثيرد ماشي متفقين وزي ما قلت لك بيبقى في جزء من البوسترو ميديال تيبيا انكفرد وفي اوفر هانج اوفر هانج يعني لو انا هرحل التيبيا شويه ارحلها لاترال مش ميديا خلاص اون ذا بوسترو لاترال تيبيا ماشي عرفنا ليه عشان ابقى اكسترنال روتيتد ولاترالايزد اتفقنا والانترنال روتيشن اوف ذا تيبيا البروسيسز والانكريز ايه كيو انجل ليه لان بيحصل ريلاتيف اكسترنال روتيشن للتيبيا التيوبريك اتفقنا فهمت يا وليد بص يا حبيبي مش احنا قلنا انترنال روتيشن اوف ذا تيبيا بص الانترنال روتيشن ده كده النورمال العادي لو جيت زقيت دي كده لجوه انترنال روتيشن زي الرسمه دي هي بتاخد الفيمورال كومبوننت معاها لان هي مش هتلف لوحديها خلاص طب لما تاخد الفيمورال كومبوننت معاها وكل الفرش ده كده والعده دي كده تروح ايه انترنال روتيشن التيبيا تيوبريسي او التيبيا تيوبريكال هتروح فين ريلاتيف اكسترنال روتيشن خلاص دي ثابته مش ثابته هي بره المفصل اصلا يعني كلمه انترنال روتيشن ذا تيبيال كومبوننت ريلاتيف للتيبيا اتفقنا ماشي اتفقنا والميدياليزيشن زي ما قلنا بينكريز الكيو ان برضه ليه؟ لان انا لو انا جيت عملت ميدياليزيشن لده كأني برضه عملت انترنال روتيشن ماشي يا وليد الباتيلا بروسيس قلنا البريفيرد بوزيشن هو فين ميديا خلاص يا اما سنتر او ميديا طب لو حطيتها لاترال زي ما شرحت لك هنا انا لو حطيتها لاترال الباتيلا بروسيس عشان يارتكيوليت مع التروكليا هيزق الباتيلا كلها ايه ميديا خلاص فيعمل انكريز للكيو انجل فهمت؟ تمام؟ انا يعني انا نصيحتي بعد كل محاضره تروح تحل الاسئله بتاعت الام سي كيو بتاعت الموضوع ده يبقى انت كده يعني ايه استفدت جدا من المحاضره ومش محتاج تذاكر تاني
اولسو بولت. هو محمود خلف كان عامل اشتراك ممكن كل دفعه جديده تعمل اشتراك لنفسها خلاص. بيقول لك بقى في حاجه مهمه جدا، لو انت لقيت وانت بس انت الكلام ده بتكتشفه امتى جوه العمليه، ان انت عندك باتيلر مال تراكم خلاص والباتيلا بتخلع مع الفريكشن والسنشن، يعني انت مش جوه العمليه. في حاجه اسمها نو ثامب تيست، انك بعد ما خلاص ركبت الترايل بتتني وتفرد، ومفروض انت بتتني وتفرد بتشوف فليكشن اكستنشن جاب تايتنس ولاكستي وتشوف الباتيلر تراكم الباتيلا بتخلع ولا لا. افرض لقيت الباتيلا بتخلع، اول حاجه تعملها اول حاجه انك تدفليت التورنيكيه خلاص وتشوف تاني ري اسس، لان ساعات التورنيكيه بيبقى عامل تيذرنج للكوادريسبس فيعمل لك ايه باتيلر مال تراك خلاص. ده سؤال برضه انت في ناس تعمل لاترال ريليز، ما تعملش لاترال ريليز الا للضروره القصوى، لان اللاترال ريليز مش حل وبيدي فاسكولاريز الباتيلا خلاص. فعشان كده بيقول لك قبل ما تعمل لاترال ريليز بعد اذنك ديفليت التورنيكيه وبص تاني خلاص. الابسولوت انديكيشن فور ريسيرفسنج ذا باتيلا لو في انفلاماتور ارثرايتس، لو في باتيلا مال تراكن او باتيلا فيمورال ارثرايتس هي المين كومبلين بتاعت البيش. الباتيلا ريسيرفسنج فيرسس نون ريسيرفسنج يعني ايه البروز اند كونز. الباتيلا ريسيرفسنج يا معاه ليس انتيرو ني بين ليس ريفيجن ريتس بس انتيرو ريزلتس والسكندري ريسيرفسنج. يعني ايه لو عيان عنده ما عملتلوش سيرفسنج وبعدين دخلته تاني اعمل له سكندري سيرفسنج ده انفيريور ريزلتس. بيبقى في انكريس كومبليكيشن مع ريسيرفسنج، عشان كده الناس بتحب تعمل ريسيرفسنج ممكن يحصل باتيلا فراكشر باتيلا تندون او كوادريسيف تندون انجري. السيميلر بيشنت ساتسفاكشن خلاص لازم يكون التروكليا فريندلي، يعني يكون الامبلانت اللي انت عامله الفيمورال امبلانت يكون فريندلي مع التروكلير مع الباتيلا ريسيرفس خلاص. يبقى اهم معلومه في موضوع الباتيلا ريسيرفسين اللي بتيجي في الامتحان اسئله ام سي كيو ليس ريفيجن ريتس ويز ريسيرفس خلاص، انما هو فانكشنالي وكاوت كم ايكوال. دي سورسز خلاص اللي انا جبت منها مينلي يعني اورثو بولت.